أنا النهاردة في نهاية صفقتي لسبع مصانع في القليوبية. صناعات كلها متميزة جدا ومتنوعة. أكثر ما لفت نظري حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في هذه المصانع. إجمالي استثمارات المصانع دي تتراوح في حدود 800 مليون جنيه. أكثر حاجة أسعدتني إن معظمهم كلهم بدون استثناء بيقوموا بالتصدير. دخلنا مصنع للصباغة بيقوم بالتصدير، مصنع للأدوات الصحية والسيراميك برضو بيقوم للتصدير سواء للدول العربية أو دول الاتحاد الأوروبي، يعني مصنع للحلويات الطحينية والمنتجات الغذائية. معظم المصانع كلها بتقوم بالتصدير، والحمد لله يعني أنا حتى من تحوري معاهم علشان نرصد أي تحديات تكون بتقابلهم بحيث إن احنا نتمكن من حلها إلى حد ما. يعني دي من أكثر الزيارات اللي أسعدتني إلى حد ما، في حالة من الرضا وإن كلهم عجلة الإنتاج الحمد لله وابتدوا يتعافوا بعد السنة الماضية موضوع جائحة كورونا، على الرغم إن هم السنة الماضية برضو كانوا بيقولوا لي إحنا بنشتغل، وبدل الوردية الواحدة كنا بنشتغل وردية واثنين وثلاثة. إحنا دايما من خلال زيارتنا دايما بيبقى فيها نوع من التفقد، ولكن في نفس الوقت نحاول ان احنا نرصد اي تحديات او معوقات بتقابلهم على اساس ان احنا نقدر نحلها. انا بشكر معالي الوزير المحافظ على استضافته على هذه الزيارة، لان فعلا احنا حريصين كل الحرص دايما على التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية بالاخص. في حواري معايا تطرق الحديث لمنطقة العكرشة، وان شاء الله الخطوات اللي احنا ماشيين فيها في ضوء ان هي منطقة صناعية، والخطوات اللي احنا هنقدر نمشي فيها بحيث ان احنا نضعها على المسار الصحيح. لينا لقاء اخر بعد تفقدنا للمصانع مع بقى المستثمرين، وهيكون في المبنى الاداري ان شاء الله للمجمعات، بحيث ان احنا برضو نتحاور معاهم ونقدر نعرف منهم الايجابيات والسلبيات برضو حتى نتمكن من حلها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر معالي الوزير نديم جامع وزير التجاره والصناعه على زيارتها للمحافظه. المناطق الصناعيه على وجه الخصوص احنا طبعا في الصفا والشروق، والحقيقه تفقدنا الحقيقه النهارده عديدا من المصانع. شفنا قد ايه مدى الاهميه الانتاج اللي موجود، قد ايه المشاركه فيه سواء حل مشكلة البطالة أو سواء في مشكلة التصدير. شفنا فعلا منتجات على أعلى المستوى زي ما قالت معالي الوزير، يمكن زورنا مصانع للإنتاج الغذائي، شفنا مصانع لصباغة الأقمشة للملابس، شفنا المصنع اللي احنا موجودين فيه النهاردة الحقيقة على مستوى عالي جدا لإنتاج السيراميك والأدوات الصحية. ده طبعا زيارة حضرتها بتيجي في ضوء برضو اهتمام الدولة، اهتمام القيادة السياسية فعلا بالتصنيع والاهتمام بالمناطق الصناعية. ان شاء الله احنا هيبقى في لقاء عقب هذا الزيارة بتاعت المصنع، ان شاء الله هنتقابل في المنطقة الصناعية في الصفا. والمبنى الإداري هناك ده على فكرة مبنى كان منذ سنوات يمكن بدأنا نشغله، وهيتعمل فيه النهاردة يمكن أول اجتماع رسمي مع معالي الوزير. هيبقى في لقاء مع السادة المستثمرين وأصحاب الأنشطة المختلفة هنا، نطلع برضو على أي مشاكل أي حاجة ممكن نحلها. زي ما قالت معالي الوزير برضو احنا هنناقش موضوع العكرشة خاصة في ضوء صدور قرار السادة رئيس الجمهورية باعتبارها منطقة صناعية، عشان نحاول نشوف أي خدمات ممكن نقدمها من ناحية البنية التحتية لهذه المنطقة المهمة في القليوبية. وربنا يوفق مصر إن شاء الله لفعل ما فيها الخير بإذن الله.